حالة من القلق والاستنفار خيمت على الواقع الصحي في الديوانية بعد الارتفاع الكبير لأعداد المصابين بكورونا، والتي لم تتوقف عند حدود المواطنين فقط، بل أن الإصابات طالت الكوادر الصحية أيضاً، حيث أفصحت نقابة الأطباء عن قرابة 60 إصابة مؤكدة توزعت على الأطباء الاختصاص والمقيمين والصيادلة والكوادر التمريضية، إضافة إلى عشرات حالات الاشتباه. وصل عدد هاللحظة هذه 58 إصابة عندي. تتوزع هاي الإصابات بين 21 طبيب اللي هم 3 أخصائيين، والبقية أطباء مقيمين دوريين وأقدميين، وكم طبيب تدرج وممارس واحد. بالنسبة للصيادلة وصل عدد إلى 10 صيادلة، والبقية كوادر تمريضية. عدد الأطباء المصابين في عموم العراق بلغ نحو 400 طبيب بسبب التماس المباشر مع المرضى، ما دفع وزارة الصحة إلى تشكيل لجنة للوقوف على أسباب ارتفاع الإصابات في الكوادر الطبية. تم تشكيل لجنة علمية لغرض دراسة هذه الأسباب للحد من تزايد الإصابات في أعداد الكوادر الطبية. لحد الآن الناس يعني بنسبة يمكن 90% إذا أو 95% من الناس غير ملتزمين، وخصوصا بقضية التباعد الاجتماعي مثلا في الفواتح والأعراس والتجمعات الأخرى. الإصابات الكبيرة توزعت على جميع المحافظات العراقية بما فيها الأنبار، التي كانت تتباهى إلى وقت قريب بأن الفيروس لم يتمكن من اختراق حدودها، إلا أن السلطات أعلنت تسجيل 61 إصابة من بينها 3 وفيات. يمنع من الباطن إقامة الولائم، مجالس العزاء في القاعات أو في البيوت، الحفلات بكل أنواعها في كل مكان، التزاور بين العوائل، منع الازدحام والتجمعات في الأماكن العامة، وعلى الجميع لبس الكمامة، ومنع دخول أي موظف أو مراجع إلى أي دائرة إلا بعد ارتداء الكمامة. الفيروس على ما يبدو بدأ ينتقل بمساحة أكبر، حيث وصل إلى إصابة قاضيين 2 في أربيل، على إثرها قامت السلطات بغلق محكمة استئناف أربيل لمدة 2 وإجراء الفحوصات اللازمة. الزيادة المقلقة بأعداد الإصابات تؤكد أن لا تراجع بانتشار كورونا في العراق، وهذا ما قد يجعله بؤرة للوباء في منطقة الشرق الأوسط، في وقت خففت بعض البلدان من قيود العزل بعد نجاحها في محاصرة الفيروس. ميثم الشباني، الحرة، الديوانية.